السلام عليكم. هنتكلم دلوقتي على تطبيق نمذجة معلومات البناء في مشروع او البيم اكستشن بلان. البيم اكستشن بلان بيتعمل لمشروع واحد بس، تمام؟ يعني ما ينفعش نقول كل مشاريع الشركة هتبقى لها نفس البيم اكستشن بلان، لا، كل مشروع بيبقى ليه بيم اكستشن بلان خاصة بيه، لان هو بيختلف من مشروع لاخر وبياخد المعلومات بتاعته من الـ EIR. وهناخد شوية امثلة كتيرة جدا في الكورس دوت على موضوع البيم اكستشن بلان، ومطلوب من كل واحد ان هو يعمل بيم اكسكيوشن بلان ويرفعها بحيث نبدأ نشوفها اذا كانت في مشاكل او في اي معلومة ناقصة. فبنبدأ نشوف ايه اهم النقط اللي موجودة في البيم اكسكيوشن بلان. اول حاجة، ايه هو المشروع دوت؟ اسم المشروع، مالك المشروع، اسم الاستشاري، اسم المقاول، موقع المشروع، نوع العقد هيبقى ايه، وصف المشروع، رقم المشروع. ممكن رقم المشروع يكون رقم موحد بين المالك والاستشاري والمقاول، او ممكن يكون بيختلف من المقاول غير الاستشاري غير المالك، كل واحد ليه ترتيب معين في المشاريع عنده. رقم العقد، مدة العقد، ايه السوفت وير اللي هيشتغل فيه، تعريف المشروع، نطاق المشروع. وانا اعتمد على وثيقة رقم E202 اللي صدر سنة 2013 من معهد المعماري الأمريكي American Institute of Architecture اللي هو الـ AIA. عايزين نعمل برضو جدول للمشروع، يعني مراحل المشروع، كل مرحلة فيهم هتبدأ امتى وتنتهي امتى ومين المسؤول عنها، سواء معاينة الموقع أو رفع مساحي أو تصميم مبدئي أو تطوير التصميم، تصميم نهائي، تسليم المشروع. بعد كده مهم جدا نكتب كل واحد أو كل جهة من الشخص المسؤول واسمه ورقم تليفونه والإيميل بتاعه، يعني مين المسؤول في القسم المعماري، مين المسؤول في القسم الانشائي، لان ممكن تكون في اكتر من شركه فلازم كلها تبقى موجوده. مدير المشروع، مدير قسم الميكانيكال، مدير الاستدامه. ايه الهدف من استخدام الموديل؟ ايه الحاجه اللي احنا عايزين نحصل عليها من الموديل؟ ايه درجه التفصيل اللي انت محتاجها؟ ايه الملف اللي انت هتشتغل عليه؟ ايه يعني ممكن مثلا تكون اهم حاجة بالنسبة لك ان انت تطلع موديل شكله كويس، او تطلع كلاشات، او تطلع تعمل استدامة، او تعمل حساب استهلاك للطاقة والمية، او يبقى فيه تعاون، او في حل الكلاشات. كل الحاجات دي لازم نكون متفقين عليها وعارفين ايه الحاجات اللي هنستخدمها. وبعد كده هنبدأ نشوف ايه الحاجات الأساسية في كل مرحلة من المراحل. يعني مثلا ممكن في مرحلة الفكرة هنهتم مثلا بان احنا نختار الموقع، نبدأ نشوف الموقع المناسب ليه. مرحلة التصميم هنبدأ نصمم، هنبدأ نراجع التصميم، هنعمل تنسيق. مرحلة التنفيذ هنبدأ مثلا نعمل تنسيق بين الأقسام، نبدأ نعمل فابريكيشن. مرحلة التشغيل هيبقى عندنا الجداول اللي هنشتغل عليها، هنعمل إدارة للأصول، إدارة للسبيس الفراغات، نخطط للمشاكل اللي هنتعامل معاها ازاي. كل الحاجات دي لازم بتكون متحدده في قلب البيم اكستشن بلان. معايير النمذجه، ايه الاكواد الستاندرد اللي هنشتغل بيها؟ هل هتشتغل مثلا بالكود الامريكي البريطاني؟ الدوله بتاعتك عامله كود خاص بيها، كود مثلا السنغافوري. نبدا نحدد نشوف ايه المعايير اللي احنا مناسبه للمشروع بتاعنا ومفروض كلنا بنبدأ نشتغل بيها، والتسميات، الملفات، وبنحدد بقى ايه اللي مطلوب في كل النموذج. يعني ممكن مثلا نقول ان مثلا المعماري مطلوب منه يعمل الجدران بالتفصيل بتاعتها، في ممكن اجزاء معينة مثلا هتتعمل 2D مش هينفع تتعمل 3D، فبتبقى مكتوبة في قلب البيم اكستشن بلان. مثلا انا بالنسبة انا مش هحط مثلا السبورت بتاع السيلينج لأي سبب من الاسباب مثلا، تمام؟ انا هعمل مثلا الاسقف، هعمل المعدات، المعدات الميكانيكا هتبقى موجوده في الميكانيكا. طب في لو في معد اكيومنت خاصه بالاوبريشن هتتحط فين، تمام؟ فبنبدا نحدد كل الموديل هيبقى ايه اللي موجود فيه. بيبقى مثلا في صفحه، مش يعني ما نقعدش نكبر كتير بحيث ان البيم اكستشن بلان ما تبقاش ضخمه، تمام؟ لان لو حطيت كل التفاصيل محدش يقراها.
فبنبدأ نعمل ملفات مثلا خاصة بالميكانيكا، خاصة بالكهرباء، خاصة بالإنشائي، خاصة بالفاير فايتنج، بالفاير ألارم، وهكذا. وبنبدأ نشوف هل المشروع ده هيتعمل مرة واحدة ولا هيتعمل على مراحل. فلو هيتعمل على المراحل، ممكن يكون في جزء معمول قبل كده واحنا بنتطور فيه، فالجزء دوت ممكن نعمله مثلا بالليزر سكان، بحيث يبقى عندنا حاجة دقيقة للحاجة اللي فعلا اللي اتنفذت. طريقة الشغل، طريقة التعاون، مين اللي هيبدأ يشتغل وبعد كده مين اللي هيكمل. يعني مثلا ممكن المعمار هو اللي يبدأ يحط المود الأساسي، وحتى يحط جواه مثلا الحاجات الأساسية زي الأعمدة، بحيث إن بدون مقاييس. وبعد كده الإنشائي يقول له لأ أنا عايز مثلا مقاييس معينة، يبدأ يحط الأماكن بتاعة الإلكتريكال اللايتنج مثلا. وبعد كده يبدأ يدخل مثلا الإنشائي، هيحدد ايه الحاجة اللي هو عايزها، يبدأ يخش الكهرباء. ممكن تختلف من حاجة لحاجة. فاحنا هنا في البيمكس شامبليان بنحدد طريقة الشغل، ده هيسهل كتير بدل ما ايه الناس تشتغل وتفاجأ ان في مشاكل. تمام. يعني مثلا ممكن يكون المعماري عمال يحط اللايتنج والكهرباء بيحط اللايتنج، فلما يجي يعمل كوردينشن يلاقي اللايتنج متكرر، فلا مين اللي هيحط اللايتنج مثلا؟ الكهرباء تحط اللايتنج، وبعد كده المعماري كان انتيريور ديزاين ممكن نغير اماكنهم على اساس يبقى متنسقين بشكل جمالي وينوروا المكان كله وما يعملوش مشاكل مع المخارج بتاع التكييف ومع الفاير. وبعد كده بنشوف ايه السوفت وير اللي هتشتغل بيه. يعني ممكن مثلا المعماري يقول لك انا شغال بالاركيكاد، والانشائي يقول لك انا شغال بتكلا، والكهرباء ميكانيكي يقول لك مثلا انا شغال بالام بي. فبنحدد ونحدد الاضطراب بتاعتها، وبنحدد ايه البرامج اللي هتستخدم في التنسيق بين التخصصات، ايه الـ ايه الـ ازاي هيحصل تعاون بين الاقسام. مثلا في ميتنج مثلا كل اسبوع، كل شهر، كل مرتين في الاسبوع. طيب الملفات هتتبادل ازاي، هنتبادلها كل قد ايه؟ يعني مثلا ده في شركة وده في شركة، فنتفق مثلا يوم الخميس كل واحد يبعت الموديل للآخر بحيث يحصل تنسيق، تعمل تشيك وتأكد ان الموديل بتاعك كويس وتبعته لبقية الأفراد. او مثلا لو هنبعت لطرف مش شغال معانا، فممكن نبعت له دي دبليو جي او PDF، مثلا البلدية او الحاجات التراخيص مش شغالين بيم، فممكن نبعت لهم مثلا PDF او دي دبليو جي او اي امتداد هم يقول طالبينه. يعني ممكن يكونوا مثلا في بعض الحاجات ممكن تكون مش وثائق، مش ممكن تكون مش لوح، مثلا حاجات صور، حاجات وثائق، حاجات ملفات اكسل برضو تكون معمولة وجاهزة انها تتبعت. ونحدد ازاي هنعمل، ايه الحاجات اللي هنعمل لها مثلا كوردينيشن، ومين المسؤول عن ان هو يعمل كوردينيشن. وفي الاجتماع هنحدد مين اللي هيحرك. من الحاجات برضو طريقة التسمية، كل الملفات هتسمى ازاي، سواء ملفات الريفت او اقصد الملفات بتاعة البرنامج اللي هيشتغل بالبيم. ممكن نبدأ نقسمه لأجزاء، يعني نقول لكل ملف هيبقى فيه أجزاء. تمام. ممكن مثلا الجزء الأول اسم المشروع، بقول لكم مثلا أول 3 حروف منه، وبعد كده شرطة اسم المالك، وبعد كده شرطة مثلا يحدد ده معماري ولا انشائي ولا كهروميكانيكال، وبعد كده بنحدد شرطة، وبعد كده مثلا نعرف اسم الدور مثلا أو اسم المبنى لو في أكتر من مبنى. فحسب المشروع بنحدد طريقة التسمية، وطريقة التسمية دي في البيم اكسكيوشن بلان مش خاصة بقسم لوحده، خاصة بالمشروع كله. فكل الناس اللي شغالة في المشروع هتشتغل بالحاجة دي وهتتفق انها تستلم بالحاجة دي. فده سهل كتير ان انا اول ما اشوف الملف اعرف ده تبع انهي شركة وتبع انهي مشروع وكل حاجة. وبعد كده بنحدد ازاي هنراقب الجودة بتاعة الموديل، هنفحص مثلا 2D وهنفحص 3D وهنفحص من خلال نعمل ووك ثرو جوه المبنى، نتأكد ان مفيش اي تعرضات. ده كل دوت مطلوب بحيث ان احنا نسلم الموديل وما نجلاش اي كومنتات عليه. بنحدد برضو الاجهزة الكمبيوتر، ايه المواصفات اللي موجودة اللي مطلوبة،
بنحدد اليونت اللي احنا نشتغل عليها، الاحداثيات المعلومات الجغرافية هتبقى عاملة ازاي، المخرجات بتاعة المشروع اللي هي معتمدة على الـ E202 مثلا، ممكن نقول احنا هنخرج من المشروع دوت الملفات الاساسية، الملف الاساسي اللي اتعمل منه الموديل 3D او IFC او RVT او PDF او DWG. مين فريق العمل اللي احنا نختاره؟ في مواصفات مثلا معينة، يكون عنده خبرة معينة، درجة التفاصيل ال LOD هتبقى كام، لو في سب كونتراكتور مين اللي هيبقى موجود وهشتغل فيها، ايه الحاجات الأساسية مثلا. ممكن في بعض الحاجات نبدأ نتكلم فيها مثلا زي المضخات، الاسانسيرات، المصاعب بتاعت الاحتياجات الخاصة ليها مثلا، مواصفات معينة عايز تكتبها، بنبدأ نحط التفاصيل ديت. توزيع الهواء مثلا في التكييف هيبقى عامل ازاي مثلا، مثلا عايزين نشتغل مركزي، عايزين نشتغل حاجات معينة، نبدأ نكتبها في البيمكسيشن بلان. كل دوت بنحاول يعني اي حاجة ممكن تعمل مشاكل بعد كده او اي حاجة يبقى فيها اختلاف في الرأي بتبقى موجودة، بحيث ما بقاش فيه اختلافات. تمام، ممكن مثلا نقول ان كل سيستم لما اجي نعمل كوردينيشن هندي اللون مثلا، يعني ميه الصرف هتاخد ازرق مثلا، الهواء المضغوط هياخد كذا، بحيث ان ما يجيش كل ما نلاقيش اتنين سيستم واخدين نفس اللون، لا يبقى في تنسيق وفي توحيد للشغل. البيمكسيشن بلان بتوفر كتير جدا، لو مش معموله مظبوط ممكن تلاقي الامر وصل للمحاكم وبتحصل كتير، وطبعا لو وصل للمحكمه بتلاقي في مشاكل كتيره، وبتلاقي اصلا القاضي مش عارف هي ايه، فبتلاقي الموضوع بياخد وقت طويل وبيضيع وقت كتير. فلو هو واضح وصريح او مفهوش لف ودوران وفي نفس الوقت مش كبير قوي، هتلاقي الموضوع بقى اسهل ان شاء الله.